مشكل الشيخ رمى الكرة في ملعب رؤساء الأندية. رؤساء الأندية عليهم أنهم يهيئون للفريق الشكل المناسب للمنافسة على بطولة الدوري. ويمكن أبو فيصل قبل شوية يتكلم عن المنافسة السنة الجاية على بطولة الدوري. المنافسة رقعة بتزيد، ما بتكون على فريقين مثل ما شفنا في آخر المواسم بين الهلال والأهلي، هي المنافسة كانت موجودة على بطولة الدوري. شوف الوحدة حاليا التعاقدات اللي عملها فريق الوحدة، تعاقدات كبيرة جدا. يمكن هاي التعاقدات اللي اتكلم عليها اخوي سعود انه ممكن تحضر الجماهير لفريق الوحدة بشكل اكثر من اللي كان في السابق. هذه النجوم اللي بتنتقل من أندية لأندية. مثلا اعطيك نادي الاتحاد الحين استغنى عن يمكن 14 لاعب، هذه اللاعبين ال14 بيتوزعون للأندية الاخرى ايضا، هذه بتثري الفرق الاخرى من خلال اللاعبين على مستوى عالي جدا. انت اقول لك رغم انك اتحادي وحنا في مركز النادي الاهلي الدوري نصراوي. نصراوي ابو فهد بنشوف في النهايه، بنشوف في النهايه. بس انت قلت لي بنشوف في النهايه ابو فهد. انت قلت لي انا بشوف اتحاد 20 سنه انت بتسوي زي مساعد او قال لا الدوري منتهي من نصراوي. الدوري منتهي من نصراوي، لا تكلمني صدقني. التغيير اللي حصلت في نادي الاتحاد، الاتحاد بياخذ الدوري. لا 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 تقول له، انا دوري نصراوي اقول لك. بعدين حيتراجعوا، بعدين حيتراجعوا عن الكلام ده.